طيب يا شباب، خلينا احنا نبلش هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ المحاضرة تبعتنا. في البداية يا شباب، بدنا نوضح احنا ايش اللي عملناه، بس بشكل سريع. يعني ايش اللي عملناه فيما سبق، يعني تمام، بشكل سريع. بشكل سريع، احنا اللي عملناه لحتى الان، انه احنا استخرجنا الداتا اللي انتم شايفينها عندكم هان، اخذنا الاكس والواي والزد تبع كل منهل، وطلعنا الاريا وطلعنا النمبر تبع المنهل. هذه المعلومات راح نستفيد منها فيما بعد في عمليه الديزاين ان شاء الله. هاي استخراج البيانات، هذه احنا استخدمنا برنامج السيفل 3D والاوتوكاد، واستخدمنا الاكسل كمان عشان نطلع هذه البيانات. طيب، هذه البيانات حتسهل علينا كثير في موضوع التصميم. الشباب اللي صار عندهم مشكله في موضوع الاكس والواي، وانه الاريا ما طلعتش نفس الاريا، طبعا هذه مشكله بتصير بسبب الاكس والواي اللي انت طلعت معك، فبتلاقي فرق ما بين الاكس والواي. ايش السبب هذا؟ السبب انه احنا لو جينا هان يا شباب قربنا، لاحظوا انتم، لاحظ انت النص هذا يا شباب له نقطتين، النقطه هذه والنقطه هذه، تمام. فلما بيجي يحسب، او لما بطلع، انت بتطلع بالاكسل الاكس والواي اللي عندك، بياخذ الاكس والواي للنقطه هذه مش للنقطه هذه، لكن انت بدك اياها للنقطه هذه. ليش؟ لانه الاريا عندك مربوطه بالنقطه هذه. خلينا نيجي على الرسمه هاي، هذه اوضح، تمام. اذا الاريا، شايفين انتم الاريا مربوطه بالنقطه هذه، والمنهل نفسه مربوط بالنقطه هذه اللي هي السنتر، وكذلك النقاط اللي احنا اخذناها من السيفل 3 دي برضه مربوطه بايش؟ في نفس النقطه، لكن النص راح تلاقيه ايش؟ مربوط بنقطه اخرى بعيده شويه، يعني الاكس والواي للنقطه هذه مختلف عن هذه النقطه. فهذا اللي حيسوي خربطه في موضوع الاريات، او هذا السبب الرئيسي في موضوع الخربطه. لو احنا بدنا نتجنب الخربطه، او حدا بدوش يرجع يعدل، بيقدر هو يمسك الارقام او الترقيم هذا ويحطه بالسنتر. فهيك بصير الثلاث ارقام هذه مع النقطه كلها في نفس النقطه، فراح يطلع معي الاكس والواي نفس بعض بالضبط، تمام. ولكن هذه عمليه شويه مرهقه، انه انت بدك تمشي عليهم منهل منهل، كلهم بدك تحطهم بالسنتر، يعني كل منهل بدك تيجي وتوضعه بايش؟ بالسنتر، تسحبه زيك وتحطه بالسنتر على اساس يطلع معك الارقام الاكس والواي 100%، تمام. غالبا يعني غالبا انا لما عملت يا شباب، انا زحتهم شويه على اساس انه يبين معايا الارقام. تفضل يا ريدمي. مش ممكن يا هندسه سيلكت سيميلر وفي هوايه واحده كلهم نعملهم، ولا كيف؟ ما هو الازاحه تبعتهم مش بنفس المقدار، يعني لو انا عملت سيلكت سيميلر وزحت لعند ما اجيب منتصف النقطه، يعني خلينا نجربها هنا عشان توضح معك. لو جينا اخذنا هنا سيلكت سيميلر، وعملنا موف مثلا زي ما انت بتقول، ومسكت انا من عند البوينت، خلينا نفعل بس البوينت او النود، هاي مسكت من النود هذه وحركت لعند النود هذه اللي هي هذه. طبعا هل كلهم اتحركوا؟ لا، شايف هذه اتحركت بعيد كتير، تمام، لانهم مش بنفس المكان موجودين، تمام، مش بنفس المكان موجودين. فعشان هيك في منهم راح يزبطوا وفي منهم مش راح يزبطوا، تمام. فحتضطر برضه هي ترجع تعمل تشيك على الكل. فهذه اول شغله اخذناها. طبعا طلعنا كل المساحات هذه، طلعناها بالاكسل شيت هذه اللي موجوده عندنا، تمام. بعد هيك بدنا نرسم الرسمات اللي هي في الاساينمنت اللي احنا بنحكي عنه. رسمنا طبعا رسمات الدي على دي والفي بارشل على في فول، وكل هاي الرسمات اللي احنا شايفينها. طبعا ليش هذه الرسمات يا شباب؟ الرسمات هذه يا شباب احنا راح نستفيد منها في موضوع الديزاين فيما بعد. احنا كيف راح نصمم؟ راح نصمم بناء على طريقه الترايل اند ايرور. ايش يعني الترايل اند ايرور يا شباب؟ ثواني بس يا اكرم. الترايل اند ايرور يا شباب، الطريقه هاي ان انا بدي اجرب، اول حاجه بفرض قيمه للدي على دي، تمام، لان انا ما بكونش عارف الدي على دي، ما بكون بعرف الدي على دي. عشان اعرف اصمم لازم افرض قيمه للدي على دي،
ومن خلال القيمة تبعت الدي على دي بقدر أحسب بعديها مين كل القيم فيما بعد. يعني لو جينا طلعنا طبعا هذا الشيت لسه احنا ما اشتغلناش عليها، ولكن اللي احنا اللي حيصير معنا في عملية التصميم انه احنا كل هذه المعلومات راح ناخدها ان شاء الله. لكن خلينا نيجي لجزئية ايش، جزئية الكيو بارشل على كيو فول. تمام، كيو بارشل على كيو فول، في هاي القيمة يا شباب كيف بدنا نحسبها؟ بدنا نحسبها بناء على ايش؟ بناء على الرسمة اللي موجودة عندنا هان، اللي هي بتربط الكيو بارشل على كيو فول بالدي على دي. تمام، مين عندنا المعلوم؟ المعلوم لازم يكون على الاكس، عشان كده احنا رحنا عكسنا الرسمة، فرسمنا الكيو بارشل على كيو فول رسمناها في الاكسل على الواي، ورسمنا الدي على دي على الاكس، والعكس بدنا رسمة يكون فيها الكيو بارشل على كيو فول هو الواي والدي على دي هو الاكس. ليش؟ عشان المعادلة اللي هنا نعوض فيها الاكس يساوي ايش؟ الدي على دي، اللي هو الفرض طبعنا البوينت 6.7. احنا فرضين في البداية انه عندنا الانيشال جيس للدي على دي هو بوينت 6.7. من خلال هاي القيمة بقدر احسب مين الكيو بارشل على كيو فول الانيشال البدائية، يعني اللي لسه احنا مش متأكدين منها. بعد هيك الكيو فول بقدر احسبها من خلال المعادلات اللي اخذتوها مع الدكتور. الدي بقدر اطلعها برضو من المعادلات، الدي بالانش والدي يوزد، كل هذه الشغلات رح ناخدها كيف كلها تقريب لعملية الدي، عشان ما عندناش مثلا يطلع معنا قطر مثلا 4.5، ما فيش اقطار انابيب 4.5، فبدنا نقرب لاقرب انابيب تنباع بالسوق. بعد هيك بدنا نجيب الكيو فول نيو. الكيو فول نيو يا شباب بدنا نجيبها برضو من المعادلة اللي اخذتوها مع الدكتور. الكيو فول لها معادلة. بعد هيك كيو بارشل على كيو فول نيو، كيف هذه بدنا نجيبها يا شباب؟ هذا يا شباب النيو بدنا نجيب، بدنا نقسم الكيو بارشل اللي طلعت معانا تمام على الكيو فول، الكيو بارشل اللي طلعت معانا على الكيو فول. بعد هيك بصير عندنا معروف الكيو بارشل على كيو فول، بدنا نحسب بعدها مين الدي على دي، بدنا نضطر نستخدم مين الرسمه المعكوسه اللي هي هذه. تمام، نستخدم الرسمه والمعادله اللي موجوده اللي هي بده يكون على الاكس هو ايش، هو الكيو بارشل على كيو فول والواي دي على دي، لانه انا بدي اعرف الدي على دي، هيك انا صار مجهول عندي الدي على دي. طيب بيطلع معايا بعد هيك الدي على دي جديده، نيو جديده غير اللي احنا فرضناها بالاول. تمام، من خلال هذه القيمه بقدر احسب بعد هيك الفي بارشل على في فول من خلال المعادله اللي موجوده عندنا هنا اللي احنا رسمناها برضو، اللي هي في بارشل على في فول مع الدي على دي. وكذلك بعد هيك بقدر اطلع الفي فول من خلال المعادلات اللي اخذتها مع الدكتور. الفي بارشل ايش راح تساوي؟ راح تساوي هذه القيمه في هذه القيمه. بعدك التشيك والكلام هذا كله ان شاء الله هذا كله راح نشرحه بالتفصيل، يعني ما تقلق اذا انت عايم شويه لاقي حالك حنشرحه بالتفصيل، ولكن بس توضيح للدي على دي احنا كيف بنستعمل الرسومات اللي طلعت معنا. اي حد عنده سؤال تفضل، اللي عنده سؤال. بس مهندس تفضل. بخصوص الاساينمنت القديم اساينمنت 4، الوقت في رسم احنا رحنا رسمنا من 0 لحد 1 ورسم ثاني من 1 وفوق، عشان قلنا هذه معادلتها مختلف عن يعني بيصير في عندها انقلاب. مزبوط. الوقت احنا رحنا سوينا، رحنا حددنا اكبر قيمة الماكس، بعدك رحنا نزلنا تحت ورسمنا لها الرسم. مزبوط صحيح. طب في فوق قيم بتكون اكبر من 1 بس ضمناها للي اقل من 1. لا احنا اقل من الواحد يا شباب، هو احنا كنا فرضين افتراضا انه 1، لكن هو مش 1، هو وين بصير انقلاب؟ بصير انقلاب عند القيمه الماكسيمم يا شباب. وين بصير القيمه الماكسيمم؟ بصير عندها انقلاب. يعني خلينا يمكن هذول الرسمات اللي عندنا مش واضحين، يمكن هذول اوضح اللي هان. هاي عندنا هاي الرسمة مثلا في بارشل على في فول بنفس الطريقة. الرسمة مثلا لو شايفين انتوا الرسمة هذه يا شباب، وين بصير انقلاب للمعادلة؟ عند القيمة الماكسيموم، عند القيمة الماكسيموم لفي بارشل على في فول اللي هي مش 1، هي عبارة عن يعني ما بين يعني قبل 1 و2 بشوية،
هي مش واحد، احنا كنا نحكي افتراضا بالفيديو انها واحد، لكن هي مش واحد، هي حسب الرسمة اللي بتطلع معاك. الرسمة بتطلع معاك القيمة الماكسيموم تبعتها هي القيمة اللي راح يصير فيه عندها انقلاب للرسمة اللي هي من عندها بدنا نفصل. فهمت علي كيف؟ تمام تمام. فعشان هيك احنا بنفصل الرسمة لرسمتين على أساس انه بعد هيك نطبق هذا الكلام في الديزاين ان شاء الله. في اي سؤال تاني يا شباب؟ شباب اللي عنده سؤال يسأل سواء في الاسايمنت هذا. في مصطفى كان بيسأل، ذكرني بس يا مصطفى في موضوع السؤال اللي سألته. كان بالنسبة لأنه بالنسبة للأسايمنت الأخير تمام، احنا اشتغلنا على الإكسل وحطينا يعني واشتغلنا يعني بدأنا على الزاوية وطلعنا القيم اللي موجودة في الشاشة حاليا تمام. بس أنا بدي أسأل السؤال، احنا في التصميم فعليا يعني بنقوم عملية فرض تمام، نفرض والله مثلا دي على دي نفرض مثلا السلوب وبنطلع القيم الثانية المحتاجين في التصميم تمام. فهو ليش، فأنا بدي أعرف إيش الهدف والغرض للأسايمنت الأخير يعني. ما عيني أنا بقول لك، هلقيتها لو فتحنا السلايدات أعتقد هي في ويك قديش، ويك ثلاثة ممكن هنا بشوي. كيف؟ لا مش هنا، هو في ويك أربعة. ويك اثنين يا شباب. أوكي هاي اثنين. لاحظوا انتوا يا شباب في معادلات التصميم، في معادلات التصميم في عنا لو بدنا ما نفرضش اي حاجة بده يكون عنا مجهولين، بده يكون عنا اكتر من مجهول، اللي حيكون عنا السلوب والدي على دي عشان نقدر نشتغل على المعادلات اللي موجودة عنا تمام. فبالطريقة اللي انا لو انا مثلا ما بديش افرض حاجة حيطلع معانا المعادلات فيها مجهولين. طبعا هذا اشي صعب ان انا احله مجهولين بدون ما يكون عندي معادلات، يعني لازم يكون عندي معادلتين بيحلوا مجهولين، لكن معادلة واحدة ما بتحل مجهولين تمام. فرياضيا ما بيزبط، بالتالي احنا مضطرين احنا نفرض شغلة ونحصل على الثانية بعدين نعمل تشيك عليها. هيك آلية التصميم تمام. يعني لو جينا مثلا على مثال هنا موجود تمام، هنا هو حاسب الدي على دي لانه معطيه القيم، معطيه اللي هي النص في واحد ناقص الكوزين، لانه معطيه هو قديش الزاوية. وين معطيني اياها؟ هو مش معطيني الزاويه، لا هو معطيني الدي على دي هنا يا شباب. انا معطيني الدي على دي، موفر لي الدي على دي. فبالتالي هو معطيني التنين، لكن انا لما بدي اجي اصمم لا بيكون عندي سلوب ولا بيكون عندي دي على دي. فانا مضطر افرض واحده من التنتين على اساس اصل للثانيه واعمل تشيك عليها. احنا في عمليه التصميم غالبا بنفرض الدي على دي، ما بنفرض السلوب تمام. لانه ممكن فرض السلوب، لو انا فرضت السلوب يا شباب ممكن انا افرض سلوب زياده عن اللزوم مثلا واكلف حالي زياده وهو مش محتاج سلوب زي هيك. فالسلوب مرتبط بالتكاليف شويه، فاحنا غالبا في عمليه التصميم نفرض دي على دي على اساس نوصل له بعد هيك ونعمل تشيك عليه تمام. واسهل بعدين. خلينا نشوف لو في مثال زي بالطريقه هذه، ما بعرف اذا في مثال، ما اعتقدش في مثال، ما فيش في دي على دي غالبا يعني في الامتحانات بيعطيكوا اياهم لانه ما بيسيبك عايم بالامتحان. لكن في التصميم احنا بدنا نفهم الاليه اللي بنشتغل فيها انه احنا بنفرض دي على دي، ومن الدي على دي بقدر بعد هيك اجيب ايش، اجيب كيو بارشل على كيو فول، من كيو بارشل على كيو فول بقدر اجيب كيو بارشل، بعد هيك بقدر اجيب الدياميتر، بقدر اجيب كل هذا الكلام. برجع بحسب دي على دي جديدة على اساس ان انا اتأكد من شغلي هل الدي على دي صح ولا مش صح تمام. لاحظوا انا هذا مشروع القديم، لو اجينا ها مثلا مشروع قديم هذا، لو اجينا ها مثلا فرضنا احنا الدي على دي 0.67 في الاول، لو اجينا كيو بارشل على كيو فول حنلاقيها 0.7862 تمام. بعدين حسبنا كيو فول والبايب سلوب، والبايب سلوب عندنا الدي بالانشز. بعد هيك هنا لو جينا هان كيو بارشل على كيو فول تمام، ايش راح تكون؟ راح تكون الكيو بارشل اللي عندنا مقسمه على الكيو فول تمام.
فهيك حصلنا على كيو برشا على كيو فول جديده. تمام، هذا الكيو برشا على كيو فول راح تغير الدي على دي، راح يكون الدي على دي اكبر من اللي قبل او اقل من اللي قبل. تمام، فحنوصل لدي على دي جديده غير القديمه. لاحظوا ان الدي على دي صارت ايش؟ صارت 0.04 بطلت 0.67. هذا الاشي راح يغير مين؟ راح يغير الفي برشا على في فول. تمام، لانه مرتبط فيها، وبالتالي راح يغير مين؟ الفي بارشل اللي هو احنا بدنا نجيبه ونعمل عليه تشيك. تفضل اللي بده يسال. بس هندسه، بس شغله بسيطه، لقيت مش الكيو بارشل بنجيبها احنا من الحسابات الميدانيه من مساحات المنال والشغلات هذه، وكيو فول هي اللي بنجيبها من المعادلات. مزبوط مزبوط، بس كيو بارشل ما بنجيبها من الميدان، بتجيبها من خلال المعادلات. لا، مش كيو فول اللي بنجيبها من خلال المعادلات. انا بعرف كيف، مش كيو 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 فول يا شباب بنجيبها من خلال المعادله هذه اللي موجوده عندنا بالسلايدات هيها. ماني مانينج ايكويشن، هي 0.312 على ان في دي اس 83 في اس نص. هذه المعادله شرطها انه يكون انه يكون الكيو عندنا فول. تمام، والفي كذلك هنا فول. فاذا عندي معادلات بتقدر تجيب لي الفول. تمام، البارشل كيف بدي اجيبه؟ طبعا هنا الكيو بارشل بنجيبه هنا هو باشمهندس عشان حل السؤال للدكتور في الملزمه بالعكس، انه كيو بارشل بكون انا جايبها من الحسابات الميدانيه، وكيو بارشل على كيو فول بجيبها من الحسابات هذه اللي عملناها في الاساينمنت احنا الجدول الاكسل هذا من الرسومات. وبناء على كيو بارشل على كيو فول، وكيو بارشل اللي موجوده عندي من الحسابات الميدانيه بجيب كيو فول. ما هو ماشي، بعوض في المعادله عشان اجيب الديامتر مش عشان اجيب كيو فول. بالضبط نفس اللي انت بتحكيه. ما انا مش فاهم قصدك بالحسابات الميدانيه، بس هو له علاقه بعدد السكان وقصه الكيو. مش احنا قلنا هلقيتها احنا بنزود السكان بميه، بدنا نفرض انه السكان بيطلعوا لنا ميه قديش من الميه اللي بنزودهم اياها؟ 80%. مزبوط، هذا اتفقنا عليه بالمحاضرات. فبالتالي الكيو عندنا اللي راح يخرج هو عباره عن 0.8 من اللي احنا اعطيناهم اياه. اذا كان الشخص بيستهلك 150 لتر في اليوم، بده يطلع منه قديش؟ بيطلع منه 120 بناء. بالضبط، فبالتالي بدنا بعد هيك احنا بنجيب بنفرض انه الكيو فوق الكيو بارشل اللي راح تكون في البايبات هي نفسها الكيو بيك. بيك ايش يعني بيك؟ انا هيك قصدي، يعني هي هذه الكيو بارشل. البيك يا شباب، البيك يعني انه هذه اقصى قيمه ممكن يصلها الفلو. وانا دائما بصمم دائما في عمليه التصميم، سواء في الديزاين في الكونكريت او في اي ماده انت بتعمل ديزاين، بتعمل ديزاين للورست كيس. تمام، فأسوأ حاله انه يكون عندي الكيو اللي موجود في البايب هو البيك فاكتور او البيك فلو. البيك فلو كيف بجيبه؟ بضرب الكيو تبعتي اللي جايه من الناس في بيك فاكتور. بيك فاكتور اللي معادلات اخذتوها انت. تمام، عشان اطلع مين؟ عشان اطلع الكيو بيك، وبعتبر انه الكيو بيك هو الكيو بارشل، هو اللي موجود فعليا في ايش؟ في الانبوب. تمام، وبعد هيك ببدا احسب حسابات. طبعا هذا الشيء رح نتعمق فيه ان شاء الله المحاضره الجايه. يعني ما بدنا نضيع الوقت فيه لانه رح نشرحه برضه من الاول من البدايه، يعني كل هذا الكلام رح نشرحه ان شاء الله في المحاضره الجايه. في اي مشكله في الرسومات يا شباب؟ اي حد عنده سؤال بالرسومات يا شباب؟ يا باشمهندس، تعديل الكيو بارشل على الكيو فول هو فقط لما اعمل تغيير، لما انا على حساباتي وعلى المعادلات بطلع انا دايمتر. تمام، دايمتر هذا بكون بده تقريب لاقرب شيء موجود في السوق. يعني بالضبط. مثلا طلع معي 21 انش، فبدي اختار انا 22 انش، فحتتغير كيو بارشل على كيو فول. بس هيك هذا المنطق صحيح؟ بالضبط صحيح، مزبوط الكلام. لانه انت ما هو هلقيت الدي على دي، ما هو هنا لو طلعنا هنا على هنا يا شباب، هنا الدي على دي نيو هذه اللي طلعت. تمام، راح تغير في اللي قبل الدي على دي الجديده اللي احنا طلعناها من المعادلات من الرسومات اللي رسمناها. تمام، تغير قبل اتغيرت، ما ضلتش 0.67. تمام، فهذه راح تاثر على مين؟ على الفي بارشل على في فول، لانه الفي بارشل على في فول مربوطه في مين؟ في الدي على دي. في الدي على دي يعني اذا كان 0.67 راح يطلع قيمه اخرى، بس هنا اتغيرت القيمه فراح تتغير الفي بارشل على في فول. تمام،
قصة يا شباب الكيو والديامتر، الديامتر برضو لما بيتغير، يعني مثلا طلع عندي ديامتر شايفه، لاحظوا هان الديامتر بالمتر 0.027 يعني بالإنش بده يطلع واحد إنش وشوية. طبعا أقل بايب إحنا بنستعمله في الشغل الصرف الصحي 8 إنش، أوكي سيبكم الرقم هذا الموجود 6، هو 8 إنش أقل قيمة، فإحنا من نضطر ناخد 8 إنش، معناته هو بالمتر بطل 0.046 صار 0.2. هذا ليش راح يغير في مين؟ في الكيوفول، مظبوط. كل هذا مربوط في بعضه، يعني كل قيمة بتغير في اللي قبلها، فعشان كله مترابط يعني. ان شاء الله هي الكيو بارشل بتضلها ثابتة اصلا. الكيو بارشل الكيو بارشل هي اللي بتضلها موجودة عندنا، هي اللي فرضناها من البداية، هي عبارة عن البيك. تفضل يا مصطفى. مهندس يعني نحن معلش الحين تقول لي كليك الكيو بارشل احنا بنفرضها، طب هي بتمش فرضها فعليا؟ يعني هي وش اسمها احنا بنحسبها؟ بنحسبها من الكيو افرج في البيك فاكتور صح ولا لا؟ بالظبط. ومن خلال معلوميتها بنعرف حتى الكيو فول، وفي عندي فيجرز في السلايدات تمام بتعطينا حتى تقريبيه للديسمون عادي كبتها. مزبوط. بس انا ما فرض، انا ما قلت فرض، انا قلت بنفرض انه الفلو البارشل اللي موجود هو البيك. هسا شوفوا يا شباب، في ثلاث انواع من الفلو. لما انت تيجي بتصمم اي شبكه في الدنيا في ثلاث انواع من الفلو اللي انت ممكن تعتمدهم. لو اخذتوا معالجه مياه عادمه، اللي اخذ منكم معالجه مياه عادمه ممكن يتطرق لهي الشغلات. في ثلاث انواع من الفلو لما بدك تصمم في شغل ميه. يا اما بتصمم انت على الكيو الافرج، يعني انت بتقول والله مثلا قديش في افرج فلو جاي في البايب هذا، باخذ هو هذا القيمه التصميميه اللي انا بدي اشتغل عليها، بفرض انه هذا القيمه هي اللي ماشيه في البايبات، هي الكيو افرج تمام. هذه حاله من الحالات. حاله اخرى في عندنا كيو مينيمم. كيو مينيمم يعني انا بدي اخذ القيمه الدنيا لايش؟ لقيمه الفلو، بدي اعتبرها هي اللي موجوده في البايبات. طبعا كيف هذه بنجيبها؟ بنضرب الكيو تبعنا في فاكتور مينيمم، اظن اخذته برضو في المحاضرات. صحيح. طيب في حاله ثالثه اللي هي بدي افرض انه الفلو اللي في البايبات هو البيك، هو اعلى قيمه واقصى قيمه ممكن تكون في البايبات تمام، هي اقصى قيمه ممكن تكون في البايبات. كيف بحسبها؟ بحسبها من خلال نضرب بيك فاكتور اللي هو الاعلى قيمه ممكن تمر في الكيو اللي موجود عندي تمام، في الكيو افريج. فإذا عندنا ثلاث قيم. أنا إيش اللي بقول لك إنه فرض؟ الفرض إنه إحنا قلنا الكيو اللي موجود في البايبات هو البيك، يعني إحنا بدنا نصمم على البيك ما بدنا نصمم على الأفرج. يعني أنا بإمكاني أعتبر الكيو بارشل هو الكيو أفرج وخلص، عادي تقدر تصمم زي هيك. لكن أنا عشان أكون مور سيف وأكون أنا كن يعني زي ما بقوله كونزيرفاتيف أكتر، محافظ أكتر، فهذا راح يضطرني إنه أنا إيش اخذ البيك فاكتور مضروب في الكيو افريج عشان اعلي القيمه هذه، نعلي القيم هذه على اساس انه لو الفلو علي اكثر من هيك ما يصير في مشكله بالشبكه تمام. هذا هو المبدا. مين اللي بخربش يا شباب؟ تمام يا شباب. تمام يا باشمهندس. واضحه يعني الامور؟ واضح. طيب يا شباب في اي سؤال؟ في اي سؤال في الرسومات في الكلام هذا؟ يعني اعتقد الرسومات سهله يعني بسيطه، ان شاء الله راح نستفيد منها في موضوع الديزاين بعدين.